السريع بحط معاكم كريم اكوجي كريم الترطيب. هذا الكريم اللي صدق ترطيبه مو عادي بنات، ماي ماي. اللي راح تستخدم هذا الكريم ما راح تستغنى عنه، طبعا يفتح الهالات وبنفس الوقت يعطي ترطيب حلو قبل الميك اب، ما يخلي الكونسيلر يخطط، خاصة أنا قاعد أسوي تقشير حق بشرتي فأحتاج كمية ترطيب عالية. هذا الحلو فيها مجموعة أكوجي ترطب البشرة ترطيب مائي بدون ما تدبق البشرة، بدون ما تزعج البشرة، بدون ما تحسون طبقة كذي على البشرة دهنية، فحتى اللي بشراتهم دهنية وايد راح يحبونه. شوفوا الوجه شلون يعطي لمعة، وايد احبه. اوكي بنات، الحين كل ما ابي اصور يجيني اتصال. قاعد استخدم كونسيلر لوريال، راح احط لكم، امس نسيت احطه. طبعا انا لازم انسى احط شيء، لازم ما ادري، يعني ما ادري هذه عاده صارت. والله لازم انسى احط شيء. حلو، حبيته، تغطيته حلوه ممتازه، تقدرون تستخدمونه يومي. شوفوا، بس وايد اسئله جتني، بشنو ثبت تايرين؟ ثبت بودرة لورا. طبعا البيوتي بلندر لازم تكون رطبه، اشوف بنات وايد يحطون فيها كونسيلر او فونديشن يوزعونها وهي مو رطبه، شنو راح يصير؟ راح تصحر البشره. الحين قاعد ارسم حواجبي، قولوا لي ايش بتسوون اليوم، شلون بتحتفلون، شنو جات لكم هدايا، شنو بتودون، ايش كثر انصدمتوا. زين، انتوا مع ولا ضد انه يكون حق عيد الحب يوم؟ بصراحة انا احس يعني مو منطقي ان انا يوم احتفل فيه، خلص عادي عندي كل الايام، ليش احتفل بيوم؟ احس ما ادري، يعتبر هذا ميك اب نهار حلو ناعم. تقدرون تغيرون لون العدسة، انا بس عدساتي خالصين برد، اطلب من الابليكيشن اليوم صراحة في كم عدسة ودي اجربهم، في كم براند نازل جديد ودي اجربه من الابليكيشن عدسات، هم مو موجودين الا في هالابليكيشن، فبدش اليوم لكم عدسة حتى حق المعرض، وبروح العيادة أسوي لكم عروض الفالنتاين الجديدة. تستاهلون تستاهلون، بس والله كتبولي فعالياتكم.